اكد السيد ايوان سوكا الامين العام لمجلس الكنائس العالمي في سويسرا على ضروره مناقشه تحديات العصر والوصول الى العدل والصلح والوحده موضحا ان مجلس الكنائس العالمي قام مؤخرا بالتجمع في المانيا بحضور اكثر من اربعه الاف شخص من مجتمعات وديانات اخرى The World قام مجلس الكنائس العالمي مؤخرا بالتجمع في المانيا كان لدينا اكثر من اربعه الاف شخص حاضر ولكن ايضا كان هناك اشخاص من مجتمعات وديانات اخرى معنا ناقشنا ما يمكننا القيام به في المجتمعات الدينيه للاستجابه لتحديات عصرنا خلال فتره الاعوام الثمانيه القادمه للوصول الى العدل والصلح والوحده